دكتور عبد الله الأشعل، مصر بتدور الآن في أحداث كثيرة. كنا عايزين نعرف حضرتك، لو حضرتك في المنصب ووقعت هذه الأحداث، محمد محمود تحرير مجلس روزا، ماذا سيكون لك رؤية في الحل؟ طبعا أنا لو رئيس جمهورية كانت هذه الأحداث ما كان يمكن لها أن تقع مطلقا، لأن هذه الأحداث ليست لغزا، هناك شعب يحتج على عدم تحقيق مطالبه، وهناك سلطة قامت بالبطش وقامت بأعمال إبادة ضد هذا الشعب. ولذلك لو كنت أنا رئيس جمهورية لكنت أنا هذه السلطة التي يجب أن تريح المواطنين وأن تقر العدل وأن الاستقرار، وأن فكرة البلطجية والطرف الثالث هذه في الواقع هي فكرة يعني اصطناعية. هناك بلطجية صحيح، ولكن البلطجية يتبعون أجهزة معينة. هناك بلطجية أفقرهم النظام في الفترة الانتقالية، ولهذا فمعدل الفقر يرتفع وعدد البلطجية تزايد بسبب عدم وجود فرص عمل وعدم وجود فرص للحياة. لو كنت رئيسا لكانت مصر قد عرفت طريق الاستقرار، وعرفت طريق العدل والرخاء، وعرفت طريق الحرية المسؤولة، وكذلك حكم القانون. لكن افتقار مصر إلى هذه الأدوات هو الذي أدى بها إلى حوادث محمد محمود ومسبيرو وغيرها. تحمل من مسؤولية ما حدث في مسبيرو إلى محمد محمود المجلس الوزراء؟ الذي يتحمل مسؤولية وحده ودون شريك والمجلس العسكري، لأنه السلطة الحاكمة يتمتع بالسلطات المطلقة، ومن يتمتع بالسلطة المطلقة لابد أن يتحمل أيضا مسؤولية مطلقة، سواء كان هو الفاعل أو كان هو المسؤول، وفي نفس الوقت عليه واجب أن يؤمن الناس ويؤمن الميادين، لأنه يؤكد دائما أن حق التظاهر وحق الاعتصام مكفول ما دام سلميا. إذن من حقي أنا كمتظاهر أو معتصم أن يكون هناك تمكين لي من هذا الاعتصام، وأولها حماية لي من البلطجة وحماية لي ممن يهددون أمن الميادين. الاقتصاد المصري ينهار يوما بعد يوم، ويوجد سحب من المخزون الدولار في مصر، فما رؤية حضرتك في هذه الأزمة؟ يعني من الذي يسحب ولماذا؟ المجلس العسكري والذي يسحب، أين تذهب هذه الأموال؟ ليس هناك شفافية وليس هناك وضوح. ولذلك فإن فكرة انهيار الاقتصاد هذه يتحملها أيضا المجلس العسكري، لأن مصر التي تخلصت من النظام الفاسد لا يزال الفساد قائما، ولا تزال المافيات قائمة، ولا تزال أسباب الإفقار قائمة. لهذا فانهيار الاقتصاد وأيضا إفلاس مصر يتحمل مسؤولية المجلس العسكري، وإلا فيجب أن لا يبقى في السلطة، وإذا ذهب فلا بد أن يقدم لنا كشف حساب. يعني المجلس العسكري كان مفروض أن يقدم لنا كشف حساب، ماذا وجد مصر عندما تسلمها، ثم ماذا كيف ترك مصر عندما تركها. لكن المجلس العسكري في الواقع دخل بطريقة غامضة، وفي نفس الوقت يخرج علينا كل يوم بتصريحات مقلقة للغاية، لكنه المسؤول عن هذا. ثم أن ما السبب في إقلاقنا؟ يعني ماذا تريد أيها المجلس العسكري منا عندما تقول الاقتصاد ينهار؟ أليس المجلس العسكري هو السبب في هذا الانهيار، ولا مين السبب؟ هل الاعتصامات في بعض الميادين؟ لماذا يعتصم الناس؟ لأن هناك مظالم ترتكب، هناك دماء تسيل، هناك غصب من جانب السلطة. لهذا فالمجلس يتحمل مسؤولية كاملة. يوجد دعوة ل 25 يناير القادم باحتفالية، إما احتفالية إما ثورة أخرى، واحتفالية يكون بتنصيب رئيس الجمهورية، فما رأي حضرتك؟ لا، أنا ضد تنصيب رئيس الجمهورية من 25 يناير. أنا رأيي أن احنا لا نحرق المراحل، وإنما تمر الأمور بطريقة هادئة، ويكون تسليم السلطة يوم 30 يونيو. يعني انتخابات رئيس الجمهورية تتم مثلا 25 وتحصل إعادة تاني يوم 28، وبعدين يتم تنصيب رئيس الجمهورية يوم 30، ويتسلم ويذهب مجلس عسكري إلى حل سبيله. عشان كده أنا بقول أنه الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية أو أنه يكون يوم 25 ده عملية
مبتسرة، ومعناها أنك أنت سوف تسلق رئيسا متفقا عليه، وسوف يكون المؤامرة دخلها في هذا الموضوع. يوجد مرشحين آخرين، هل يوجد تنسيق بينكم؟ لا أظن، ليس هناك تنسيق. لا يوجد أي فرد مع حضرتك من ضمن المرشحين بتجتمعوا مع بعضكم؟ لا، أنا في مجموعة، هم 7 مرشحين محتملين بيجتمعوا مع بعض، ولكن أنا لست منهم. لماذا معلش؟ لا، هم اللي قرروا كده، مش أنا اللي قررت. وبعدين في بعضهم راح المجلس الاستشاري، وبعضهم يعني صاحب المجلس العسكري وكده، فأنا الحقيقة لست طرفا في هذه التكتلات. لو الدكتور عبد الله الأشعل خير في المرشحين، من ستختار؟ أولا يستحيل إجابة على السؤال، لأنه كلنا مرشحين محتملين، يعني أعلننا النية في الترشح، وهناك مسافة كبيرة بين النية وبين الفعل. ننتظر إلى ما بعد تسجيل الأسماء، فإذا رس الأمر على عدد منهم فيمكن أن نتحدث في هذا الموضوع. شكرا، بتشكر حضرتك على هذا اللقاء. شكرا.